أهلا بكم. عن أي بنك تتحدثون وأي أهداف ترصدون؟ معذورون، فقد تجاوزتم مرحلة الجنون، ولا عليكم، ضعوا من الصور ما تشاءون واتركوا لنا المواقف والأفعال، فنحن رجالها، وأي مساس وأي محاولة أو مجرد التفكير سيحرق الكيان عن بكرة أبيه. لستم سوى مجاعة إجرامية تعتاش على الأزمات وتسعى بكل الطرق، بكل الخبث، بكل ما لديكم من نتانة وعنجهية إلى التعتيم على إخفاقاتكم، ضياعكم، وفقدان كل فرص التوسع في المنطقة. مشاريعكم طويناها طي الصحف، ونواياكم وضعناها تحت أقدامنا. سيد الفتوى وحامي الوطن، راعي الأمة وحفيد الكرار، وأمان العراق، واهم وحالم وخائب من يحاول المساس بك ولو بزلة حرف. مواقفك الشاهد الحي على الإنسانية. لست أبا للعراق فحسب، فأوجاع غزة تؤلمك، وإغاثة لبنان تشغلك، ووقف العدوان مرادك. وقسما بشيبتك الطاهرة، جنودك في الميدان وهم برهن إشارتك. أهلا بكم. من جديد أرحب بكم مشاهدينا الكرام. نفتتح حلقتنا وإياكم بتقرير الزميل شيبان سامي عن استهتار الإعلام الصهيوني بوضع صورة المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة السيد علي السيستاني على قائمة بنك أهداف الكيان الغاشم واستفزازه للعراقيين. لنتابع. العدو الصهيوني يعلن عداءه على شخصيات دينية لها تأثيرها في العالم الإسلامي، حيث تداول إعلام الكيان الإسرائيلي صورة المرجع الديني الأعلى سيد السيستاني على إنه من بين أهداف إجرامه، وعبرت الحكومة العراقية عن رفضها الشديد أزاء الإساءة إلى المرجعية الدينية، داعية المجتمع الدولي إلى التنديد بتلك المحاولة الإجرامية. عرض بنك الأهداف التي عرضها الكيان الغاصب على قنواته التلفازية، متناولا بذلك المرجعيات العظمى التي أعلاها وأهمها مرجعية السيد الإمام السيستاني ومرجعية السيد الإمام الخامنائي، باعتبار أن المرجعية العظمى مبدأها وموقفها الأساس قد بينته في أكثر من محفل وأوضحته بصورة جلية عندما أثبتت الموقف الأساس والمبدأ الأساس اتجاه قضية الكيان الصهيوني واغتصاب الكيان الصهيوني لحقوق ومقدرات المسلمين في أرض فلسطين. الاحتلال الصهيوني من خلال تهديداته للمراجع الدينية يحاول توسيعة الحرب الطائفية والفكرية في العراق، فضلا عن تغطية جرائمه وهزائمه المتواصلة على يد المقاومة الإسلامية في غزة ولبنان. السيد لطالما وقف ضد
كل المشاريع الإسرائيلية والأمريكية بهذا الخصوص، ولم يقف ضد المعارك فقط، معارك التي جاءت من قبل إسرائيل وأمريكا، داعش وغير داعش، بل لا، كل المعارك التي كانت من الإسرائيليين، المعارك العسكرية والمعارك الفكرية، وكل أجندة إسرائيل كان سماح السيستاني من أول المتصدين لهجماتهم. الكيان الصهيوني اليوم يتعرض لخسائر فادحة من قبل جبهة المقاومة، خصوصا في غزة وفي جنوب لبنان، رجال حسن نصر الله رحمه الله. ولذلك الكيان الصهيوني عادة يلجأ إلى مثل بث الإشاعات لتعويض، لرفع معنويات جنوده المحبطة المتعرضة لخسائر فادحة على يد رجال الله. لم يتوقف السيد السيستاني من مناصرة الشعوب المظلومة الذي يحاول الكيان الصهيوني توسيع رقعته فيها، إلا إن دور المرجعية كان عقبة كبيرة أمام تلك المصالح الصهيونية في المنطقة. من بغداد شبان سامي، قناة الأيام الفضائية. إذن محور الحديث في حلقتنا لهذا اليوم راح يكون عن مواقف المرجعية الدينية العليا إزاء ما يحصل في غزة ولبنان. نناقش بهذه المحاور مع معاون مدير أعلام هيئة الحشد الشعبي الأستاذ مهند حسين. مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. أهلا بجنابك. ومدير الكوارث في جمعية الهلال الأحمر العراقي الأستاذ أحمد عبد الأمير. مرحبا بجنابك. أستاذ مهند، أبدأ مع حضرتك. الحشد الشعبي رجال الفتوى الدينية المباركة، كيف تقرؤون استهداف سماحة السيد علي السيستاني، وما هي جهودكم بشأن دعواته لدعم غزة ولبنان والأبرياء الذين يتعرضون للظلم هناك؟ تفضل. بالبداية تحية لك ولضيفك الكريم أستاذ أحمد. يعني بداية نعزي الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني بما قدموه من شهداء وضحايا نتيجة الإرهاب الصهيوني الأمريكي الذين يتعرضون له لحد هذه اللحظة، ونسأل الله أن يشافي الجرحى. قدر تعلق الأمر بنا كهيئة حشد شعبي، فإننا أبناء الشعب العراقي وولدنا من رحم الفتوى، لذلك اليوم نحن نرتبط ارتباطا يعني فكريا عقائديا وطنيا بمرجعيتنا. لذلك أن ما قدمه السيد السيستاني أدام الله ظله الوارف من عمل كبير بإفشال جميع المخططات التي جاء بها المحتل بعد 2003 هي التي جعلت من هذه الشخصية المهمة والعظيمة هدف أو تستهدف من قبل هكذا قوة إمبريالية وهكذا قوة يعني دول الاستكبار العالمي. اليوم نحن نعتبر المرجعية الدينية هي صمام أمان ليس العراق فقط، اليوم المرجعية الدينية تعتبر صمام أمان لكل دول المنطقة. لذلك وجدنا المرجعية حتى في الزلازل التي تعرضت لها الجارة سوريا، وجدنا المرجعية قد أمرت بضرورة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الشعب السوري. كذلك في مواقف مهمة ومواقف مؤثرة وجدنا المرجعية لها اليد الطولة بتوجيه وعملت على أنه تحاول أن تلملم جراح الشعوب الإسلامية. لذلك هذه المواقف وهكذا أعمال مهمة تقوم بها المرجعية، وأهم عمل قامت به أنها أفشلت أهم مخطط لدول الاستكبار العالمي وهو مخطط داعش الذي جاء في العام 2014. وجدنا أن المرجعية أفتت بفتوى الجهاد الكفائي لإفشال هذا المخطط وإفشال هكذا أعمال حاولت أن تسيطر على الشعب العراقي وحاولت أن تسيطر على الوطن ومقدراته. لذلك نجاح المرجعية، هذه المرجعية التي تعتبر صماما، نجاح المرجعية جعل منها هدفا تحاول دول الاستكبار العالمي أن تعتبره يعني دائما يعني في وجه يعني الاستهداف. اليوم عندما نتحدث عن أهمية المرجعية وقيمة المرجعية نجد أنها مرجعيتنا المباركة هي مرجعية دينية مهمة مؤثرة، تعمل بالواجب الإنساني، تعمل بالواجب الإسلامي. لذلك اليوم نجد أنه إسرائيل ومن يوالي إسرائيل يجعلون من مرجعية السيد السيستاني هدفا تحاول أن تصل إليه وتستهدفه وتحاول أن تقلل من شأنه. مرة بالجانب الإعلامي تجد أنه يعني الدول التي تمتلك يعني ماكينات إعلامية صفراء تحاول أن تقلل
من أهمية هذه الشخصية. ومرنا بالجانب العسكري وجدنا أنه حتى القنوات العبرية جعلت من صورة السيد السيستاني هدفا تحاول الوصول إليه وتحاول النيل من هذه الشخصية. المرجعية المهمة الدينية المتمثلة بسماحة السيد علي السيستاني أكدت في بيانها على أهمية ووجوب دعم أشقائنا في فلسطين ولبنان. اختلف الكثيرون على تفسير كلمة هذا الدعم الذي يقصده السيد علي السيستاني. أنتم كحشد شعبي كيف فسرتم وعملتم على هذا الدعم؟ نحن نفهم ما تقوله المرجعية باعتبارنا نعتبر أنفسنا الأبناء البارين لهذه المرجعية الأبوية التي نحن ولدنا من رحمها. فلذلك نحن عملنا على ترجمة كل أوامر المرجعية إلى فعل عملي واقع. حولنا كل توجيهات وأوامر المرجعية إلى ترجمناها إلى واقع عملي. حولنا كل حملات الإغاثة، حولنا كل المستلزمات الطبية والإغاثية وما يحتاجه أهلنا سواء في سوريا آنذاك وقبل فترة في فلسطين، واليوم نحن يعني ترجمنا توجيهات المرجعية إلى أوامر وعملنا بها ووصلنا إلى أهلنا في لبنان وحاولنا أن ننقذ ما يمكن إنقاذه. ووجهنا كل كوادر الهيئة ووجهنا كل من ينتمي إلى الهيئة أن يعملوا الليل مع النهار في سبيل أن نوصل حملات الإغاثة ونوصل المستلزمات الغذائية والصحية لإيصالها إلى أهلنا في لبنان والذين يتعرضون لحد هذه اللحظة إلى حملات الإبادة من قبل العدوان الصهيوني الأمريكي. نعم جيد. أستاذ أحمد أرحب حضرتك وأسألك أنه جمعية الهلال الأحمر تحظى بدور كبير ومهم خلال هذه المرحلة، كيف عملتم على إغاثة غزة ولبنان طيلة هذه الفترة؟ منذ البداية الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة كنا إحنا كهلال أحمر عراقي وكحكومة عراقية أول المساندين لأهالينا في غزة، حيث نقلنا كميات كبيرة من المواد الإغاثية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية إلى غزة، بلغت لغاية اليوم أكثر من ما يقارب 1000 طن من المواد الغذائية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية. في لبنان منذ الشهر الرابع بعد الهجمات الكبيرة اللي على الإسرائيليين على جنوب لبنان صار عملية نزوح بعض العوائل إلى شمال جنوب اللبناني. جاءنا طلب من الصليب الأحمر اللبناني، قال إنه عندنا عوائل كثيرة نريد مساعدات غذائية وإغاثية وأدوية. وصلنا لهم ما يقارب أكثر من 100 طن من المواد الغذائية والإغاثية والطبية حسب طلبهم، ووصلنا لهم إياه بسلام إلى لبنان بعد فتوى المرجعية أنه بإغاثة العوائل اللي موجودة في اللبنانية. كنا أول الناس اللي طيرت أول طيارة، يمكن إحنا سبقنا الحشد بطيارة أول طيارة كانت يوم 21/9 الساعة 8:30 تقريبا صباحا. كان هناك 20 طن من المواد الطبية والمستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وصلت إلى لبنان بيروت، استلمتها وزارة الصحة اللبنانية بطلب من عندها، وكانت مشكورة يعني شكرت الحكومة العراقية والهلال الأحمر العراقي على الاستجابة السريعة لهذه العملية. بدأت المساعدات مستمرة، ثاني طيارة طيرنا 15 طن، إخوان بالحشد الشعبي كانوا أيضا معانا في أكثر من مجال، أكثر من طائرة طيروا، بقينا مستمرين لزالت الآن لحقيقة الآن إحنا نقدم مساعدات. يوم 27/9 قدمنا ما يقارب 350 طن من المواد عن طريق البر لأنه الطيران بعد ما قدر يوصل إلى لبنان، وأيضا 34,850 بطانية كان هناك طلب من الحكومة اللبنانية والصليب الأحمر اللبناني ووصلنا لهم إياه بسلام. بعد هذا صار تنسيق مع العتبات الحسينية ومع الأخوان في الحشد الشعبي، سيرنا 22 شاحنة مع العتبة الحسينية المقدسة وصلت إلى سوريا، وأيضا مع العتبة العباسية. إذن النقل لا يقتصر على المجال الجوي فقط، جوي وبري. لا الجوي تقريبا انقطع لأنه حل الأوضاع اللي موجودة في مطار بيروت، فصار عن طريق البر. أنا البارحة جيت من سوريا، كنا مع العتبة العباسية المقدسة، سيرنا تقريبا 40 شاحنة بها مواد غذائية وإغاثية. احنا كان هدفنا الاساسي انه اذا لازم نقول لك الحمد لله على السلامه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله عندنا اكو قافلات اغاثه متجهه الى هناك تم قصفها مستم. بالفعل شو التفاصيل هذا الحدث؟ الحقيقه اول مره احنا كنا يعني حسب ما ابلغونا كانت هناك اكثر من طائره مسيره على الرتل مالنا اللي كان متجه الى سوريا، والحمد لله الله سترنا ما انقصفت هذا الارتال.
بعد وصولنا إلى دمشق والسيدة زينب بالخصوص أخذنا ساحة كبيرة وسوينا مطبخ متنقل كامل ثابت. قمنا نطبخ تقريبا 5000 وجبة ظهرا و 5000 وجبة مساء مع التنسيق مع العتبة العباسية المقدسة. وأيضا فتحنا وحدة ميدان طبية ثابتة بها 2 عيادات طبية متنقلة إضافة إلى 5 إسعافات. ايضا عندنا منذ البدايه الاولى لعمليه النزوح اللاجئين اللبنانيين سوينا مركز استقبال في منفذ القائم، وكان بعيادتين متنقله وخمسه اسعافات اضافه الى مركز لوجستي لاستقبال الاخوان اللاجئين اللبنانيين. قدمنا خدمات لحد الان تقريبا في هذا المركز 200 حاله، 100 نقلناها الى مستشفى القائم ومستشفى الرمادي، و100 احنا عالجناها لان عندنا كوادر متخصصه. يعني وتشاءت صدف قبل 3 أيام إحدى الأخوات البنات اللي كانت حامل في شهرها الأخير وصلت إلى المنفذ، صارت عمليات الولادة، نقلناها لمستشفى القائم، سبحان الله نفس اليوم سوى لها عملية قيصرية وولدت ولد من اللاجئين اللبنانيين. من اللاجئين اللبنانيين الحمد لله. إذا تسمح لي أرحب برئيس لجنة دعم وإغاثة الشعب اللبناني في العتبة العلوية المقدسة الأستاذ سلام الجبوري، مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم. أهلا بجنابك أستاذ سلام. سماحة السيد السيستاني أطلق النداء والعتبة العلوية استجابت، ماذا وفرتم للأشقاء اللبنانيين في الأزمة الحالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تلبية دعوة نداء المرجعية الشريفة في النجف الأشرف وتوجيه من الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة بضرورة تقديم الغوث والمساعدة إلى الأخوة من الشعب اللبناني الشقيق الذي يتعرض إلى عدوان صهيوني غادر. بعد يوم واحد من صدور هذه الدعوة شكلت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة لجنة مختصة لها خبرة وباع طويل في خدمة النازحين، حيث كان لها تجربة سابقة في أيام التحرير والنصر، أيام تحرير نينوى، حيث وفد إلى مدينة النجف الأشرف الآلاف أكثر من هذا العدد إلى مدينة النجف الأشرف لغرض إيواءهم. وتم مباشرة كما أسلفت من اليوم الأول بإعداد خطة وبرنامج متكامل لغرض تقديم الغوث والمساعدة لهم. تم فتح مكتب خاص بهذه اللجنة يعمل في المدينة القديمة بالقرب من الحرم العلوي الشريف، يعمل على مدار اليوم لمدة 24 ساعة لغرض استقبال الأخوة الوافدين برا أو الذين يصلون إلى مطار النجف وبغداد الدوليين، حيث تم تثبيت باصات على مدار وأوقات الرحلات تنقل الأخوة من المطارين إلى مكتب هذه اللجنة. اللجنة بعد أن يصلها الأخوان هناك استمارة خاصة معدة من قبل هذه اللجنة تحتوي على المعلومات الشخصية وكل ما يحتاجه ما تحتاجه تلك العوائل لغرض الوقوف على احتياجاتها. تبدأ الاستمارة وبعد ذلك ينقل أخوة الضيوف، أنا حقيقة أسميهم ضيوف العراق وضيوف النجف وضيوف أمير المؤمنين، أنا لا أحب يعني كلمة نازح، أسميهم ضيوف أمير المؤمنين أو ضيوف العراق ضيوف النجف الأشرف، وينقلون بسيارات العتبة إلى أماكن الخاصة المعدة لذلك. تم إعداد وتهيئة مدن الزائرين إضافة إلى كل فنادق ودور الضيافة الخاصة بالعتبة. المرحلة الأولى كانت هي إسكانهم في فنادق العتبة ودور الضيافة التي امتلأت بهم، وبعد ذلك بعد امتلائها منذ يومين تم افتتاح مدينة الإمام الحسن عليه السلام الواقعة في الطريق الجنوبي أو في المدخل الجنوبي لمدينة النجف الأشرف، وتم إعداد خطة خدمية خاصة بهم. كل أقسام العتبة مستنفرة بكامل طاقاتها لغرض تقديم الخدمة لهم.
مضيف الزائرين عد خطة خاصة حيث تقدم لهم الوجبات الرئيسية الثلاث، إضافة إلى تم تشكيل وفد ولجنة خاصة من الأخوات وخادمات أمير المؤمنين عليه السلام تلتقي بالعوائل ولغرض تلبية احتياجاتها الخاصة من ملابس وحليب أطفال واحتياجات شخصية. وبعد ذلك بعد اكتمال هذه الطلبات توفر فورا في هذه القاعدة، في قاعدة البيانات الخاصة بالأخوة. نعم. يدون فيها كذلك إذا كان الأخ الضيف يعاني من مرض مزمن، توفر له الأمراض أدوية الأمراض المزمنة، وتوفر له كذلك كل ما يحتاجه من احتياجه. بعض الأخوة بعض الضيوف كانت هناك لهم عمليات غسل الكلى، تم يعني إجراء عمليات غسل الكلى لثلاثة منهم. بعض الأخوة الجرحى وصلوا أيضا، وتم إعداد نقلهم بالتعاون مع الأخوة في دائرة صحة النجف، تم إجراء ما يلزم لهم بشفائهم. كذلك هناك أخوة اثنان تلقوا العلاج الكيميائي والبيولوجي لما يعانونه من مرض، نسأل الله لهم الشفاء لهم. وتم إدراج الأخوة في قاعدة البيانات، تم إحصاء الأطفال دون الخمس سنوات، تم تسليم الأخوة في دائرة صحة النجف، وسيباشر منذ غد بحملة اللقاحات الخاصة بهذه الفئة دون السنوات، وكذلك التطعيم ضد الإنفلونزا اليوم. جيد، إذا تسمح لي أستاذ مهند أعود لحضرتك، ما هي الإمكانات المتوفرة اليوم لدى الحشد الشعبي واللي استطعتم تسخيرها لدعم أخوتنا وأشقائنا اللبنانيين والفلسطينيين؟ بصراحة يعني اليوم يعني هيئة الحشد الشعبي بما تمتلكه من طاقة ومن قادة حقيقيين استطاعوا الانتصار على داعش عسكريا على المستوى اللوجستي وتقديم ما تحتاجه المعركة، وحققنا نصر عسكريا. اليوم نحن نحقق انتصارا جديدا في معسكر آخر اللي هو المعسكر الإنساني. لذلك اليوم نجد في السيد رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي الحاج أبو فدك محمداوي الذي يترأس اليوم اللجنة المركزية الخاصة لوضع الخطة الاستراتيجية لمتابعة إغاثة أهلنا في لبنان، وكذلك هنالك ما قدمناه لأهلنا في فلسطين. هو السؤال اللي يطرح اليوم، شنو عند الحشد اللي ممكن يقدمه بهذه المرحلة الصعبة؟ شنو اللي يقدر يسوي؟ وهل هو مؤثر بهذه المرحلة أم لا؟ الحشد قدر ثقة العالم يعني به جعل من هذه المنظومة الحشدية أن يتبرع أبناء الشعب العراقي في ما قدمه من أرقام خاصة بالتبرعات المالية، وهنالك مراكز يعني فتحت في جميع محافظات العراق التابعة لهيئة الحشد الشعبي. غالبا ما تكتظ هذه المراكز بوجود أعداد كبيرة من المتبرعين من الشعب العراقي. هذه هي مبادرة فزعة عراقية، فزعة عراقية. نعم. اليوم تمثل حملة حقيقية إنسانية لإغاثة أهلنا اللبنانيين. لذلك نحن نؤكد على مفردة مهمة اليوم، يعني مكتب السيد رئيس الوزراء أكد عليها. اليوم نحن نتحدث عن الضيوف اللبنانيين، نحن اليوم لا نتحدث عن لاجئ أو لا نتحدث عن نازح، نحن اليوم نتحدث عن ضيوف لبنانيين جاءوا إلى العراق بما يمتلك الشعب العراقي من كرم الضيافة وبما يمتلكه من عقيدة حقيقية وجدناها في أربعينية الإمام الحسين. نعم. وجدناها في القيمة الإنسانية الحقيقية للشعب العراقي. اليوم الشعب العراقي يشار له بالبنان بما قدمه للإنسانية من 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 ثناء، بما قدمه للإنسانية من عطاء. اليوم الشعب العراقي ضرب مثالا حقيقيا بكسر شوكة الإرهاب داعش، بكسر كل ما أرهب العالم. اليوم وجدنا كل إرهاب العالم يتكسر وينتهي ويندثر في العراق. اليوم الشعب العراقي شعب حي،
شعب اليوم يقدم كل ما يمتلك في سبيل إنقاذ الشعب اللبناني وإنقاذ الشعب الفلسطيني وكل الشعوب المستضعفة وكل الشعوب التي تحتاج إلى مساعدة. نجد أن العالم يجمع أن العراق قادر على أن يقدم هذا العطاء، على أن يقدم هذه القيمة الحقيقية لشعوب المنطقة اليوم بوجود المرجعية الدينية المباركة، بوجود الحكومة الرشيدة التي نحن اليوم واقعاً نفخر أننا نمتلك حكومة حتى وصفها الدقيق لأهلنا اللبنانيين، لا نقول عنهم نازحين ولا نقول عنهم وافدين، نقول عنهم ضيوف العراق. اليوم اللبنانيين هم الضيوف اللبنانيين الوافدين كما استضفناهم في زيارة الإمام الحسين، نعم. كما نستضيفهم بالأيام العادية. أستاذ مهند، نتحدث عن كيفية وكمية ونوعية هذا الدعم المقدم لإغاثة أشقائنا. كل الدعم الذي أرسلناه من خلال الخمس طائرات التي وصلت إلى مطار بيروت ومن خلال الحملات البرية التي أرسلها الشعب العراقي من خلال ممثله الحشد الشعبي، كلها نتجت من تبرعات الشعب العراقي، كلها نتاج هذا الشعب الطيب، هذا الشعب المضياف، هذا الشعب الكريم. نحن نفخر أن هنالك من المتبرعين من جاء بكيلو طحين، نحن نفخر أن هناك عائلة تبرعت بالقليل من السكر. الهدف هو المشاركة. إذن من خلال هذا العمل نجد أن الشعب العراقي شعب حي، يضرب مثالا للعالم أن هذا التعاون، هذا التراحم، هذا التلاحم هو الذي سينقذ هذه الشعوب المستضعفة. هذا التراحم هو الذي سيقدم رسالة إيجابية للعالم. اليوم نحن في العراق نجد كل ما نقدمه للشعب اللبناني هو قليل بحقه، باعتبار أنه الشعب اللبناني اليوم هو ضيوفنا. على شنو يقتصر هذا الدعم؟ وهل هناك تواصل مع الوضع في لبنان مثل لمعرفة ما هي الاحتياجات والتأكيد والتركيز عليها خلال مرحلة التبرع؟ في هذا الموضوع تحديدا يجب أن نقدم الثناء والشكر للهلال الأحمر العراقي، باعتبار أنه هو الواجهة الإيجابية الحقيقية الذي نتعامل معها والتي من خلالها نصل ونوصل هذه الحملات الغذاء. لذلك نحن من خلال ما قدمته يعني جمعية الهلال الأحمر العراقية من إحصائيات بما يحتاجونه أهلنا في لبنان، استطعنا أن نعرف حاجة الأخوة اللبنانيين، واستطعنا من خلال الهلال الأحمر أن نوصل هذه الحملات الإغاثية وأن نعمل سوية في إرسال هكذا أعداد كبيرة من التبرعات وأعداد كبيرة من الحملات الإغاثية، سواء المستلزمات الطبية أو وما يحتاجه أهلنا من مواد غذائية. نتحدث عن هذا التعاون، نتحدث عن هذا التلاحم ما بين المؤسسات العراقية التي تضرب مثالا إيجابيا أن وحدة الشعب العراقي هي دائما ما تحقق هذا النجاح. نحن بتلاحمنا وبتعاوننا في العمليات العسكرية حققنا النصر، كذلك نحن اليوم في معسكر آخر بالمعسكر الإنسانية نجد أنه خيمة المرجعية وخيمة الحكومة العراقية بالتعاون مع الهلال الأحمر والحشد الشعبي وكل وزارات الخدمية نجد أنها تقدم قيمة حقيقية إيجابية تمثل الرسالة الإيجابية لأبناء الشعب العراقي. هناك خلال هذه الحملة هناك من يتبرع بمبالغ مادية، هل هذه المبالغ ترسل أم يتم شراء مواد يعني يحتاجونها هناك؟ هنا نتحدث عن أنه لكل مقام مقال، هنالك ما يحتاجه أهلنا في لبنان، ما يحتاجه من الأمور المالية النقدية متوفر إليهم بشكل مباشر، وهنالك ما يحتاجه من الأمور الإغاثية فتوفر. إذن هذا العمل يعني يكون بحسب ما يعني ترسمه اللجنة المركزية المخصصة في هيئة الحشد الشعبي لدعم أهلنا اللبنانيين. نعم جيد. أستاذ أحمد، ريت تتحدث لي عن حجم الحاجة في فلسطين ولبنان لهذه المواد، لهذه الحملات، وأيضا تتحدث لي عن الدعم العراقي، هل يؤثر يسد جزء مهم من حاجتهم أم لا؟ يعني أستاذ مهند تفضل، في بداية إحنا ماكو شيء عبثي. نعم. المواد المرسلة هي مواد مهمة، تأتينا رسائل من الصليب الأحمر اللبناني اللي هو عضو معانا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أو وزارة الصحة اللبنانية ترسل معلومات أنه هذه القوائم محتاجيها كأدوية، مستلزمات طبية، مواد إغاثية، مواد غذائية، وترسل على ضوء الطلبات. يعني ماكو شيء عبثي. ما بعض المنظمات مع الأسف ترسل أشياء ما يمكن استفادة منها. إحنا ما نقدر نرسل شيء. إحنا إخوانا بالحشد أو إحنا أو أي منظمة عندنا معلومات كاملة، عندنا رسائل تجينا من الجهات، وبالتالي ترسل هذه المواد حسب الحاجة. الآن
حاجه يعني احنا لحد البارحه كان عدد الاخوان الضيوف اللي جونا اللبنانيين كان 8000 فرد. اليوم لحد الساعه 8 بالليل كانت هناك 628 فرد دخل العراق عن طريق منفذ القائم، 6000 فرد عن طريق منفذ القائم و2000 عن طريق المنافذ الاخرى والمطارات. وبالتالي عدد الكلي راح يصير لغايه هاي الساعه 8628 فرد وصل للعراق تقريبا. جيد. وين يتركز اكثر دعمكم او ايصالكم للمواد هذه الاغاثيه والانسانيه؟ اسالك بما انه الطيران متوقف، عمليه النقل صعبه، كيف تسير امور النقل الى فلسطين ولبنان وما هي ابرز التحديات؟ بالنسبه للبنان تحديات طبعا كثيره، لانه النقل البري كان خطر، النقل الجوي توقف، الشاحنات والإغاثة مرات تنضرب، وبالتالي الإسرائيل مع الأسف لا عندها احترام للقوانين الدولية، المنظمات الإنسانية ما لها دور في هذا، لأنه احنا شفنا في حتى في غزة قتلة أعداد كبيرة من منتسبين للهلال الأحمر الفلسطيني وضربت المستشفيات والمراكز الطبية، فإذا ما عندها احترام في هذا الموضوع. نحن نسير طبعا يدرون الاخوان احنا لافتاتنا موجوده وكوادر في على التريلر موجوده حتى تبين انه احنا كهلال احمر العراق وصلنا، والحمد لله مساعدات مستمره مع من خلال مواردنا الذاتيه او من خلال موارد اخواننا في الحشد او العتبات المقدسه اللي كانوا سباقين ايضا بالتعاون معنا. توصل المساعدات. انا يعني قبل ما اجي بيوم وصلت لنا 60 شاحنه للعتبه العباسيه المقدسه، ايضا دعم للمطبخ اللي موجود ودعم للمركز الطبي، وبالتالي تقريبا كل العوائل الموجودة الآن في سوريا تأخذ حصتها وبتنسيق مشترك، يعني لأنه نحن نريد نحفظ كرامة العائلة، فصار تنسيق مع أنه هناك منسق، احنا نعرف مناطق موجودة في سوريا، هناك منسق يجي إلى المطبخ يقول انه عدد العوائل اللي موجوده في هذه البنايه لو فرضنا 50 عائله عدد افرادها 250، نعطيه 250 وجبه ناخذها معاه، وعندنا برادات موجوده من العتبه العباسيه ننقلها الى الموقع اللي موجودين ونحفظ كرامه العائله. فالعمليه مستمره وموجوده. هذا الامر في سوريا؟ في سوريا. زين، بالنسبه لغزه؟ بالنسبه لغزه احنا دائما نوصل مساعدات كثيره، وصلنا في عن طريق الجو، وصلنا عن طريق البر، قلت لك تقريبا عدد كميات الاطنان اللي وصلت تقريبا 1000 طن من المواد الغذائيه ومستمرين بها، يعني نقدر نوصلها بسهوله. جيد، بالنسبه للمساعدات الطبيه كيف توزع وكيف يتم؟ احنا طبعا احنا ما نقدر نوزع كذا اعتباطيه، عندنا مراكز ميدان طبيه او مستشفيات، احنا الان عندنا مستشفى ثابت في منفذ القائم، اول ما تيجي العوائل الموجوده في على المنفذ القائم يتم لو في حاله جرحى او في هذه نسعفهم، في حالة وجود حالة أنه ما نقدر نسعفهم رأسا عندنا 5 إسعافات موجودة توصلهم إلى مستشفى القائمة أو مستشفى الرمادي وتأخذ حقها. عدد الحالات اللي وصلت لحد الآن في على منفذ القائم تقريبا 200 حالة، 100 إحنا عالجناها و100 نقلناها للمستشفيات الموجودة. بالنسبة للمواد الطبية والمسلمات توصل باستمرار، قلت لك فتحنا وحدة طبية متنقلة ثابتة في مكان سيدة زينب وتستقبل أخواننا السوريين واللبنانيين، هذاك 2 أطباء موجودين متخصصين إضافة إلى كوادر طبية موجودة، ونعطي الأدوية والماء مجانا طبعا. جيد أستاذ سلام، أعود لحضرتك وأسألك، هل هناك حملة لجمع التبرعات تدعمها العتبة المقدسة أم أن العتبة هي فقط من ترسل المواد الإغاثية والمساعدات الطبية إلى لبنان وفلسطين وسوريا؟ بالنسبة للعتبة العلوية المقدسة فتحت حسابا خاصا في الداخل في العتبة لاستلام المبالغ المالية، وتم وضع حساب خاص للتبرع بالمال. بالنسبة للتبرعات العينية تم افتتاح مكتب مخزن خاص في الطريق القوسي الشارع الحولي كما يسمى لغرض استلام هذه المواد العينية. جار التنسيق مع الأخوة في الجهات الحكومية والرسمية للانضمام إلى الجسر البري أو الجوي الحكومي لإيصالها إلى مستحقيها.
التركيز على الآن من قبل هذه اللجنة، لجنة العتبة العلوية المقدسة، منصب على إيواء الأخوة النازحين بسبب كثرة الأعداد الواصلة إلى مدينة النجف الأشراف، وجار العمل على تهيئة أماكن استضافة وبشكل مستمر لغرض استيعاب الأخوة عند وصولهم. كما أسلفت أن المكان مخصص للجنة مفتوح ل 24 ساعة، كذلك المكتب الخاص بالتبرعات المالية مفتوح داخل الحرم الشريف لاستلام المبالغ المالية. أستاذ سلام، الأماكن المخصصة لإيواء ضيوفنا في العراق يعني نعم، لكم عائلة ولكم شخص مثلا نستطيع توفير مكان نعم، أو تستطيع العتبة العلوية المقدسة أن توفر لهم هذا المكان؟ بالنسبة لدور الضيافة وفي الفنادق التابعة للعتبة التي فتحت منذ اليوم الأول للدعوة المرجعية العليا في النجف الأشرف، الآن عدد الأفراد هم 2100 شخص، عدد العوائل 583 عائلة، عدد الرجال 609، عدد النساء 625، عدد الأطفال 865 طفل. الأطفال المقصود بهم دون 15 عام. جار العمل على تهيئة مدينة الإمام الرضا التي تستوعب أكثر من 2000 شخص وبنظام القاعات. جار العمل إن شاء الله على استئجار فنادق أخرى لغرض استيعاب الأعداد الواصلة إلى مدينة النجف الأشرف، وستقدم لهم كل الخدمات لكي إن شاء الله يعني يصلوا إلى هذه الأماكن وهي مجهزة ومهيئة، وستستمر العتبة بتقديم خدماتها حتى انتهاء معارك النصر إن شاء الله ليعود الأخوة إلى بلدهم لبنان أعزة كراما مرفوعي الرأس ومنتصرين إن شاء الله. نعم إن شاء الله. أستاذ سلام، أسألك معنويا، ما هو تأثير هذا الدعم من قبل العراقيين لأشقائهم وضيوفهم الوافدين في العراق؟ الحقيقة بحكم تواجدنا في هذا المكتب على مدار 24 ساعة نستقبل الأخوة بالدموع، دموع الفرح والفخر والاعتزاز لما يقدمه أبناء الشعب العراقي لإخوانهم من الشعب اللبناني. لا تتصور كمية العواطف الجياشة لما يحس به الأخوة، حيث كل الشعوب قد خذلت هذا الشعب ولم تستطع أن تقدم له ما يمكنه ما يمكن، والشعب العراقي الشعب المضياف الكريم هو الشعب الوحيد الذي فتح قلوبه قبل البيوت ليستقبل هؤلاء الأخوة. الحقيقة يشعرون بالفخر والاعتزاز كونهم في بلدهم الآخر، بلد المقدسات، بلد أمير المؤمنين، بلد إمام الحسين، بلد أهل البيت عليهم السلام. لقد لجأ الأخوة إلى هذه الأماكن بالذات لشعورهم أن تلك الأيادي الحانية الممتدة من العتبات المقدسة هي أيادي تمثل أصحاب تلك المراقد، ويحسون بالحنو وبالعاطفة الجياشة ويشعرون بالفخر لانتمائهم، هذا الانتماء الذي لا يستطيع أي شيء آخر أن يقطعه لأنه متصل بأهل البيت وأهل البيت متصلين بالله سبحانه وتعالى. نعم أستاذ مهند، أعود لحضرتك، يعني في الوقت الذي نرى أغلب المسلمين والعرب يتفرجون على هذه المشاهد المؤلمة حقيقة، والأطفال والنساء والمصابين وغيرهم النازحين والمشاكل التي يعانونها، اليوم يجب أن نكون، يعني واجب هذا أولا واجبنا كعراقيين ومسلمين، وثانيا يجب أن نكون فخورين أيضا بمرجعيتنا وبشبابنا وبرجالنا وبأبطالنا في الساحات. أسألك اليوم بعض المواقف حتى على مستوى المنتسبين، يمكن شفنا هناك
توجيه بتبرع كل منتسب 100,000 على ما أتصور، واستجابة واسعة جدا. كيف تصف هذا يعني هذا التلاحم، هذا هذه القوة والعزيمة في دعم هذا الشعب وإغاثة هذا الشعب المظلوم؟ بصراحة هو ليس بغريب عن الشعب العراقي، وليس بغريب عن هذا الوطن الذي نعتقد اعتقادا كاملا أنه أئمة أهل البيت عليهم السلام بما فيهم الإمام الحسين عليه السلام عندما أراد أن يكون له وطن حقيقي يبقى أو يستقر فيه أو يقاتل من أجله، فإنه وجد في العراق هذه الضالة. لذلك نحن نعتقد أن الرسالة الحسينية فعلا قد أتت ثمارها وأتت أكلها. اليوم نحن ننهل من هذه الرسالة المهمة، ننهل من عطاء الإمام الحسين، ننهل من قضيته. اليوم حول الشعب العراقي حول قضية الإمام الحسين إلى واقع حقيقي. اليوم نعم نحن نقف مع هذا الشعب المظلوم، سواء كان الشعب الفلسطيني أو اللبناني أو حتى السوري. اليوم نحن كعراقيين دائما ما نقف مع الحق، نحن لدينا من البصيرة ما يكفي لأن نميز ما بين الحق والباطل. وكما وقفنا في قضيتنا الحق مع الإمام الحسين ونصرناه ولو بعد حين، نحن اليوم نقف مع القضية اللبنانية، نقف مع القضية الفلسطينية التي لم تجد لها لا ناصر ولا معين. اليوم الشعب العراقي هو الشعب الوحيد الذي دعم القضية الفلسطينية، الذي دعم القضية اللبنانية، والذي وقف مع هذه الشعوب المظلومة، في حين نجد أن الكثير من البلدان العربية، ونحن نتحدث عن الحكومات تحديدا، لم تقدم حتى بيان استنكار أو شجب أو تنديد للكيان الصهيوني الغاصب أو لدول الاستكبار العالمي. اليوم نحن نفخر كعراقيين أن لدينا مرجعية رشيدة مثل مرجعية السيد السيستاني دام الله ظله الوارف. نفخر أن لدينا حكومة يقودها السيد محمد الشاعر السوداني. نفخر بشعبنا العراقي، نفخر بمؤسساتنا التي تقدم كل ما لديها من خدمات. بسؤال أخير أسمح لي، الوقت بدأ يداهمني، أريد أسألك عن لماذا يستهدف إعلام الكيان الصهيوني في هذا التوقيت مرجعيتنا الرشيدة؟ وأسألك أنت كشخصيا بالتجرد عن الصفة، ما هو ردك لهذا الاستهداف؟ اليوم نحن نجد في مرجعيتنا الرشيدة هي صمام أمان العراق ودول المنطقة. لذلك كما هذا الصمام الكبير هو يمثل قيمة إنسانية، قيمة عقائدية كبرى، كذلك نحن الشعب العراقي نجد بوجودنا في ظهر هذه المرجعية بالدفاع عنها والاستماتة في سبيل الحفاظ عليها. نحن نعتقد أن وجودنا مرتبط ارتباط مباشر بمرجعيتنا. اليوم ما قدمته هذه القناة العبرية بالمساس إلى مرجعيتنا يمثل مساس للشعب العراقي ولدول المنطقة. لذلك نحن اليوم نعلنها بشكل واضح أن من يحاول أن يمس مرجعيتنا فإننا سنكون سيوف مشرعة لمواجهة هكذا أعداء والقضاء على هكذا أفكار تكفيرية حاولت سابقا أن تجد لها مكانا في العراق ولم تجد. واليوم نجدد عهدنا للمرجعية أننا سنبقى مدافعين عن هذه المرجعية المباركة، وسنبقى مدافعين عن هذا الوطن الكبير في سبيل الحفاظ على العباد والبلاد والمقدسات، وفي سبيل الحفاظ على الشخصية والهوية العراقية الوطنية بما تمثله من قيمة إنسانية حقيقية. نعم أستاذ أحمد، مرجعيتنا الرشيدة أول من وجه وأمر بدعم أخواتنا وأشقائنا في لبنان وفلسطين. أسألك عن استهداف المرجع الأعلى من قبل الصحافة الصهيونية العبرية لهذه الشخصية، وأيضا عن أهمية هذه التوجيهات في هذا التوقيت. يعني هي متوقعة، الجيش الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية الناس لا تؤمن بالسلم، لا تؤمن بالكرامة، لا تؤمن بالقوانين، لا تؤمن بالقوانين الإنسانية للعلاقات، فمتوقعة في هذا الجانب. بس أنا أريد أطرح في شيء معين. نعم. أنا من خلال تواجدي في سوريا كان الأسئلة الأخوان صار مهند، وها أنا سويت استبيان بسيط للعوائل. العوائل اللبنانية تبكي تقول ماذا عملنا للوطن للدول العربية هذا الموقف المجافي إنه لماذا؟ ليش بس العراق هو اللي واقف إنه؟ يعني يبكون بشكل يعني لحد الآن فقط العراق هو فقط العراق. ماكو أنا افتريت معظم سوريا، ماكو دولة عربية مع الأسف ساهمت ولو مساهمة بسيطة في عملية إغاثة
اللبنانيين، وهم يستغربون يقول شن احنا ايش سوينا للدول العربيه؟ لا لا للشعب الفلسطيني ولا اللبناني الفلسطيني ولا... لا اكو الفلسطيني يعني لا حتى لا اكون نعم. اغدر العالم لا الفلسطيني اكو بعض يعني هواي من المنظمات والدول ساعدت غزه صحيح، بس اللبنانيين دا يتعجبون يقول ليش احنا شنو الموقف اللي وقفناه مع الدول العربيه هذا الموقف المتجافي انه هذا الموقف الغريب فقط العراق يبكون دما والله العظيم يقول ليش بس العراق ليش هذا الموقف من الدول العربيه ومع الاسف طبعا هذا يستند على شنو اولا توجيه المرجعيه العليا الحكومه العراقيه قبل ان نتجاوز هاي برايك ليش إيه؟ ليش ما توصل المساعدات للنازحين شنو فرق النازح اللبناني عن غيره والله ما اعرف احنا كمنظمات يعني كمنظمه دوليه وانسانيه وما شيء المفروض ما عندنا تفرقه احنا المهم كرامه الشخص وتقديم المساعده اي جهه مهما كانت طائفته دين مرجعيته اي احنا ما بس ما يعني انا هم اتعجب في هذا الموضوع بس مثلا الهلال الاحمر العراقي الحكومه العراقيه العتباتنا كل شيء شعبنا العراقي هو الوحيد اللي وقف ما اعرف يعني شنو هذا الموقف الغريب ما ادري انا هم اسال ليش ما اعرف الغزه حقيقه لا اكو مساعدات جت من منظمات من الهلال الاحمر بعض الدول العربيه والاسلاميه دول هذا بس موقف في لبنان غريب هم يتباكون والله العظيم يجون انا شوف موقف العراق ما اقتصر على نازحين من بلد معين لا 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 لا. دعم العراق للبنانيين والفلسطينيين والسوريين وفي كل يعني من صارت الاستاذ مهند طرحها قبل فتره انه من صارت الزلزال اللي ضرب تركيا وسوريا كنا احنا العراق اول الدول اللي وصلت مساعدات كنا اخذناها الحشد وقدمنا اول مساعدات يعني رغم امكانياتنا المحدوده اذا نريد نقارنها ببقيه الدول صارنا امكانياتنا محدوده بس الحكومه العراقيه متفضله برئاسه السيد الشيع السوداني محمد الشيع السوداني بدلت يعني بلغت واعطت مبالغ كبيره لاجل نصره اهلنا في غزه ومساعدتنا اهلنا في لبنان ولا زال شكلوا لجنه غزه وهان وهي التي تقوم بالمساعدات تقدم المساعدات وتكليف كل الحكومات اللي ضمنها اخوان يعني كل الوزارات ومن ضمنها اخواننا بالحشد ويانا في هذه اللجنه ونقدم المساعدات بشكل كبير بس احنا نستغرب الدول العربيه والاسلاميه ليش هذا الموقف الغريب من الحكومه من الشعب اللبناني ما اعرف والله اشكرك جزيل الشكر استاذ سلام ارجع لحضرتك وبثواني معدوده مرجعيتنا خط احمر كيف ترى استهداف وسائل الاعلام الصهيونيه لمرجعيتنا رشيده ليس بغريب على تلك الابواب ليس بغريب على تلك الاصوات الصهيونيه تلك الاصوات الفجه التي تريد النيل من صوت الحق صوت الحق الذي تمثله المرجعيه العليا في النجف الاشرفي المرجعيه التي انارت للعراقيين وانقذت العراقيين إذن رئيس لجنة دعم وإغاثة الشعب اللبناني في العتبة العلوية المقدسة الأستاذ سلام الجبوري أشكرك جزيل الشكر ومعاون مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي الأستاذ مهند حسين لا تسمح لي بدقيقة في نهاية البرنامج أي تفضل احنا يعني يجب أن نقف هنا وقفة ثناء وشكر لمرجعيتنا المباركة التي هي صمام أمان العراق وبنفس الوقت يجب أن نقدم لحكومتنا الشكر على ما تقوم به من مواقف إيجابية تمثل العمق الحقيقي للحضارة التي يمتلكها الشعب العراقي كذلك نقدم الشكر إلى جمعية الهلال الأحمر العراقي هذا يعني بما قدموه من تضحيات حقيقية على أرض الواقع وواقعا حتى على مستوى الجهات فإنهم قدموا الشهداء في سبيل إرسال الرسائل الإيجابية الحقيقية لكل دول وشعوب المنطقة شكر جزيل إلى الوزارات الخدمية الساندة بما فيها وزارة النقل وباقي المؤسسات الخدمية وحتى وجود الأخوة في التيارات والأحزاب التي ساندت أهلنا في لبنان شكرا لإعلامكم الحر الإعلام الوطني الذي ينقل الصور الحقيقية عن قيمة الشعب العراقي والرسائل الإيجابية التي يرسل بها رسائل اطمئنان لدول المنطقة ثق أستاذ أنه اللي يشاهد الإعلام العراقي يجد أن الشعب العراقي من خلال إعلامك المبارك يجد أن في الشعب العراقي القيمة الحقيقية الإنسانية القيمة الحقيقية للأخوة الإسلامية هذا ما وجده في العراقيين
في حين لم يجدوا مثل هذه المواقف في دول أخرى مع الأسف. وهذا الأمر يجعلنا فخورين، وشكرا لمرجعيتنا وللعراقيين شعبا وحكومة. شكرا جزيلا لك أستاذ مهند حسين، وأيضا مدير الكوارث في جمعية الهلال الأحمر العراقي الأستاذ أحمد عبد الأمير. شكرا جزيلا لجنابك. مشاهدينا، ختام محور حديث حلقتنا لهذا اليوم بأبرز ما جاء في منصة إكس حول الاستفزاز المتعمد لإعلام الكيان الصهيوني والمساس بمكانة المرجعية الدينية العليا. نتابع. مشاهدينا، حصاد الليل انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.